السر مدفون بثبات. ما بين نارك والحطب شيل الثامن على وجهك. أعطيني الأمان بالأول يا حميد. كيف عرفتني وأنا متلثم؟ أنا ود حسن يا حميد. ود حسن؟ التاجر الكبير؟ الرجال الطيب؟ إيش اللي جابك في نصوف الليالي في هذا المكان المقطوع؟ هو نفس السبب اللي خلاك تخرب أموال الناس وتجمع حواليك هذا الناس أصحاب القلوب الضعيفة عشان تأذي البيادير. لك الأمان يا ابن حسن، لك الأمان. كيف؟ أنت حد خرب عليك شيء من نخيلك؟ القصة أكبر من كذاك يا حميد. أنا ما جاي ألاحقك هنا، ولا أعرف أن هذا المكان اللي يتخبي فيه القلاد المسروق. وهذا أنت عرفت، وبعدني أريدك تعرف أن حميد ما يخرب مال أي حد، في ناس معينة بس، وأنت هذا الشيء تعرفه زين. أنا ملتقي فيك يا حميد، خسرت كل شيء، ما بقى لي شيء في الحارة يا حميد. إيه بس أنت عارف إني أنا من سنين طالع من الحارة وساكن في هذا المكان علشان ما أشوف حد من عائلة المسمار. قصدك ما تشوف بنت عمك وهي متزوجة راشد المسمار؟ ما علينا ما علينا من هذا الكلام، أقدر أعتبرك من اليوم أنت واحد منا وفينا. على شرط يا حميد. بعدين بنتكلم عن الشروط. Thank you.
صباح الخير يا ابوي. صباح النور عبد الله. فين اخوك سعيد يا ولدي؟ بعد ما صلى رجع ينام. لا حول ولا قوه، روح له يا ولدي ورقه خليه يقوم. اخاف يزعل يا ابوي، ما رضى ينهض. لا حول ولا قوه الا بالله، من هذا الوقت لا حول ولا قوه الا بالله. سعيد سعيد يا ولدي قوم، الشمس طلعت. باه قال لنا اليوم ما شرقه، بنصير مع عمنا ناخذ فلوس فاغور. ان شاء الله يا ولدي بتروحوا، بس اول روح غسل وجهك عشان بتصيروا تشوفوا رقية بيت المعلم. لازم نروح نشوفها اليوم يا ابوي. ان شاء الله يا ولدي ان شاء الله بتصيروا، بس اول سويوا لنا قهوه وتمر وبعدين بقول لكم ايش بتقولوا حال عمكم. عبد الله سعيد روحوا يا اولادي بتحصلوا عمكم في التركبه. واذا ما رضى يعطيني شيء يا ابوي؟ ما عليه رجعوا، ولكن لا تقولوا حال حد شيء. لا انا اخذه بالقوه. عيب يا ولدي عيب، لا تغلطوا على عمكم. زين فهمتوني؟ بس يا ابوي هذا ورث جدي لك. ما عليه، اتمنى انه يرجع لصوابه. ليش ما نشتكي عليه؟ لا لا يا ولدي عيب، عيب في عائلتنا حد يشتكي بأخوه. عبد الله سير وخلي هذا الملقوف هنا، سير. لا يا ابوي لا، يعجبني اشوف تبسيل وبروح وما بتكلم. يعني بنشيل معنا القفير عشان يعطينا فاغور ورطب؟ لا، اذا اعطاكم شيء عنده قفران واجد. يلا مع السلامة با. مع السلامة يا ولادي، بس لا تنسيوا تمروا على اختكم في بيت المعلم، سمعتوني؟ ان شاء الله يا ابوي. يلا يا اولادي مع السلامه. Thank you.
متى صار هذا الكلام؟ متى؟ طالع عمرك ياسر ثاني عم نعم طال عمرك نعم طال عمرك ود حسن سرق الفاغور من المصطاح هو واللص حميد هيك انتوا انتوا هيك انتوا ليش ما تفتحوا عيونكم زي ليش ها يبغالكم ادب انتوا ادب مالك فاتنك مو بطول قول حمي هدي نفسك طال عمرك ابوي يسلم عليك هدي نفسك طال عمرك ويقول لك لا تعصب روح شغلك ايدينش ما تعوريش خلاص ما ايدي ما تعورني ابدا الحمد لله رب العالمين لكن عاد يا حبيبتي لازم تجلسي في الفراش لمده اسبوع باشوط ابوي واخوتي وارجع هي بس باقه بالاسبوع هم وحدهم يمروا عليش ويجيوا يزوروش انتي توصيري استريحي سيري حبيبتي سيري مات الولد يا حمد مات الولد لا تهتم طال عمرك الأمور تتدبر وما حد شافك غير ربعنا إيش تقصد أنت إيش تقصد وإيش ذنب الولد إنه يموت إيش ذنبه قل لي طال عمرك اللي صار قضاء وقدر وأنت ما كنت قاصد لكن تبقى هذه جريمة قتل يا حمد وأنا المسؤول عنها لا تخاف طال عمرك ما حد أي يتكلم أنت خلي بالك على نفسك وتراه إلا ولد صغير ومات حد شافنا؟ حد سمعنا؟ لا تشيل هم طال عمرك أنا بسكت كل اللي كانوا موجودين وأنا مستعد أدفع لهم اللي بغيوه يا حمد ما تقصر طال عمرك أنت حين روح وارتاح وفكر كيف تلاحق ود حسن وحميد اللص اللي سرقه والفاغور
أنا ما يهمني المال يا حمد، أبغاك تقين البيت وتقول كيف تتصرفوا في هذه المصيبة، فهمت؟ إن شاء الله طال عمرك تأمرني أمر. Thank you.
خير يا ولد حسن، من يوم ما سرقنا صاحبك وانت كل اللي تفكر كأنك ندمان. يمكن ما هذا الطريق الذي يجب ان اتبعها يا حميد. لا تندم يا اخوي لا تندم، وبعدين هذه نحن اول مره نكسب من حارتك. لا يا حميد لا، ما اريد اكون عنوان للشر، هي مره ومرتين اصير فيها بياكم. اريد اوصل رساله لراشد المسمار ان اقدر اواجه نفس القوه والجبروت. غالي والطلب رخيص، الجماعة الحين قاسين يتعشوا، ومن يخلصهم متعشين بيروحوا عند أولادهم علشان ما حد يحس بغيابهم. لكن تعرف هذه أول مرة نسرق فيها بالنهار. أنت شيطان يا حميد، كيف قررت تجمع هذا الناس وتغويهم؟ أنت خل أول شاركنا الفرحة وبعدين بعلمك. لا أنا أروح أتفقد الدنيا بعد نزول المطر. هذا لو سمحت لي طبعا. عفو عليك عفو عليك، المكان مكانك، انت ما تستأذن منه. الجثة الجثة، ايش سويتوا في هذه المصيبة؟ ايش سويتوا في هذه المصيبة؟ طالبون ما خلينا حد ياخذ باله، وكانت الامور طبيعيه وواصلنا التبسيل. وين خليتوا الجثه الحين؟ بدون لحد يشوفنا دفناها انا وياسر وثالي قريب من الترقبه في مزرعتك عند راشد. الجثه كلها احترقت كلها احترقت. لا تحاول تتذكر شيء، انت اصلا ما كنت. خليه يكون طبيعي، وبعدين هو عنده ولا تغير. وانا طال عمرك ما قصرت مع الجماعه، اعطيتهم فلوس. انت متاكد ان ما حد شافكم؟ المهم انت الحين جهز فلوسك واعطي اخوي حمد. أنتك يا منصور، أنت في دارك أخوي. برداد يا أخوي، يا حمد برداد. محمد، سير بأجيب ذاك اللي حاتني هناك سباعية. إن شاء الله أبوي. تفضل أبوي. صيد بلحف أبوك لحفة. شيمة شيمة. خير خير يا صاحب، أمرني والله أمرك مطاع. سعيد سعيد ما أنا في رقبتك يا حبيبي إلين تقوم الساعة يا أخوي. لا تخلي يروح الحارة إلين ما يكون رجال ويقدر يعتمد على عمره، إلين ياخذ حقه بإيده. خليك مكاني يا أخوي، خليك مكاني. خير مو سالفة، حقك محفوظ ومكانك محفوظ بعد عمر طويل يا منصور. أخوه عبد الله انقتل قدام عيون اليوم، واللي قتله قريب مني. سعيد يعرف بنفسه. أنا تعبان حمود حمود. ما تتكلم، ريح نفسك يا منصور. إذا مت فندني في البلد، خلي جفتي في الحارة، بس سعيد ما يرجع به مكان السبب. أرجوك هذه وصيتي. سعيد سعيد سعيد، قرب باحية أبوك. نعم يا أبا. سعيد يا ولدي
اسمع كلامي محمد حمود. ان شاء الله يا ابا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله رسول الله. ابو لا حول ولا قوة إلا بالله. كان خاطري أدفنك بيداني يا أبو عبد سعود. خير مو مستوي؟ منصور يا المعلم، منصور حصلوا جثته داخل البيت. ايش تقول؟ انا لله وانا اليه راجعون. لا تعلي صوتك عن سمعك البنت. بنت؟ بنت من؟ بنت رقية موجودة معنا في البيت. عقب وين باقي الاولاد؟ ما حصلنا حد في البيت؟ يعني ما عندك؟ ابدا. الله يستر ويكون بخير. عبود حسون، ما حد شاف حد من ولاد منصور؟ لا عمي، ما شفنا حد وما حد في البيت. روح ندورهم عمي، بس حصلوا عمي منصور ميت في صفة البيت. لا تعلي صوتك، لازم نخبر ولد حسن عشان يدور معانا. يلا روح دوروا عليهم، والحين انا بلحقهم ان شاء الله. عمي سعود، ولد حسن صاحب منصور وأكيد بيزعل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا صاحبي، الله يرحمك. ترحل خير. أحسنت. ترحل. يحسن الله عزاك عم راشد. لله البقاء والدوام. طال عمرك نعزيك في أخوك وولده. سكت سكت لحد يسمحك. حمد، ايش فيهم اصحابك؟ ما قلنا ما حد يجيب سيرة في الموضوع؟ ايش فيكم انتم؟ نوعدك وعد يا هنقرينا ان ما حد يسمع هذه السالفة مرة ثانية. خرجوا الحين، خرجوا. لا تخاف يا ابو سيف، ما حدا يتكلم في هذا الموضوع وهذا وعد مني. بس كيف مات أخوك الله يرحمه؟ وين بقية أولاده؟ أنا ما أعرف عنهم شيء. يقولوا أن البنت عند المعلم والأولاد يدوروا عليهم ما محصلينهم. قصدك الولد الباقي؟ يدوروا على الولدين، على الولدين إن شاء الله. بس صحيح أن الجثة ملقاية في البيت ومغطاية بثوب أبيض؟ يعني أكيد إنه ما كان ودابه. استهد بالله، الله يهديك يا سعيد، مالك ذاك؟ ها كلب خسيس في يوم يسوي كذا؟ أرجوكم خلونا أروح البيت، أريد أشوف أختي. أوي أنت مالك مستعجل كذا؟ قلنا لك أتشوف أختك، أتشوفها إذا في نصيب أتشوفها. لكن أختي وحدة في البيت مع المعلم، أريد أشوفه. يا ولد الحلال، الله معها، الله معها، وإذا في نصيب قلت لك أشوفها. نروح أنا وأنت نعرفهاش باكر الصبح، وأبوك الله يرحمه وصاك إنك تسمع كلام الوالد. وبتسيروا تتعلموا في زنجبار. شي سفينة هتسير بعد 10 أيام، ها؟ تسيروا رخدوا وارتاحوا، وباكر الصبح وانا قمتر طويل هتسيروا ذيك البلاد وفيها الجامع العود. ترى عيالي بعيدة من هنا واجد. حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا منصور، ما استاهل أبداً. هذا اللي صار، الحارة فقدت إنسان غالي مثل ما فقدتك. حتى أولادها ما حصلناهم،
كيف؟ صحيح ولا أنا محصلينهم يا سعود؟ ما حد جاب وصف ولا حد شافهم من قبل موت أبوهم. وما دورت عليهم يا سعود؟ وين راحوا؟ ما بحثت عنهم؟ من هل ندور عليهم؟ يعني واحد شافهم؟ سعود أنا وعبود وحسون روح ندور عليهم في الجبال والأودية المجاورة، وأنت تشل شباب الحارة وتبحث عنهم لين ما نحصلهم. لازم نحصلهم يا سعود. يلا عبود يلا حصلهم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ولد حسن إن شاء الله. إيش جاي تسوي عند البيت يا حبيبي؟ جاي عزيك وجاي أسلم على العم عذرا. جاي يأخذ فلوس مثل النار توكل ما تشبع. فلوس؟ أي فلوس؟ أنت إيش سويت علشان تأخذ فلوس يا حبيب؟ أنا سويت وايد. أنا طاردت ولد حسن. ولد حسن لص سرق المحصول، وما بعيد إنك متفق معايا خسيس. حبيب اخرج من هنا، ما أريد أشوف وجهك مرة ثانية. أنت ما سويت شيء ولا عنثرك تسوي شيء، وحرمتك ما لها شغل معنا. عمت عذرا عممك قبل. اسمعني زين يا حبيب، مرة ثانية ما أبغى أشوف وجهك هنا في البيت. أنا غلطان إني سمعت. بس ولا كلمة. غلطان وبس؟ أنت خنت ربيعك علشان الفلوس. خرج من هنا قبل لا نادي لك الحراس يطردوك. إيش يا راشد؟ ما يهمك من كلام حبي. أنا ما يهمني لا حبيب ولا كلامه، أنا تهمني المصيبة اللي أنا فيها. إيش؟ موت أخوك؟ أنت عارفة يا عدوى إني أنا فقدت أخوي وقتلت والده. الموت علينا حق، ولا تنسى أن أخوك كان يكرهك وما يحبك. فكر في مصلحتنا ومصلحتك. أهل الحارة كلهم يدوروا على أولاد أخوي ما محصلينهم. هو ولد واحد ويمكن بعد مات. وإذا تريد الكلام يتوقف عنك، روح جيب دي البنت وسمها رقية من المعلم وحرمته. في رأيك إنه لازم تسكت؟ طبعاً موقف نبيل ويحسب لك، وفي نفس الوقت تكبر وتساعدني في شغل البيت. بس لا تبكي، الموت حق علينا يا بنتي، وانتي بنت عاقلة
أبوي مات يا خالتي، وأخواني سعيد وعبد الله أريد أشوفهم، باي ألعب معهم. الله يركعهم بالسلامة إن شاء الله، الله يركعهم بالسلامة. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صبر يا بنتي الصبر. خير إن شاء الله. محمد خير، إيش صاير؟ يسلم عليك أبو سيف ويقول لك سلم بنت أخوه بالإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبوها قبل لا يموت خلاها أمانة، وأنا ملزم إني أربيها. أبو سيف بقتدر، وإنت رجال فقير ما حيلتك شيء، هو عمها وأولى الناس بتربيتها. قولوا حراشد البنت بتظل معنا إلين تكبر. لا تجلسوا تضيعوا الوقت. أصيلة أجلسك ذاك بدون ولد ولا بنت، أنت عاقر والعاقر ما يلب بنت ولا ولد. البنت متعلقة فينا وما تروح. أنا ما أروح عند أم أصيلة، أريد أعيش هنا. لا تخافي يا بنتي، ما حد يقدر ياخذك بالقوة مهما صار. أخذوها، نزوها من شعرها. هذه يا أمر أبو سيد، خذوها. طلعوا من بيتي. تعال طلعوا من بيتي. طلعوا من بيتي. تعال حرام عليكم. هيا هيا هيا.